السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم عند علم أم سوقلان. أول غادي نصايبو اليوم إن شاء الله واحد بريوات دجاج بمذاق دجاج محمر. المهم درت جوج بصلات هنا كيتشحرو، نخليوهم يتشحرو هنا، نغطي عليهم خاصهم يتشحرو مزيان باش يعطيونا ديك النسمة ديالهم. عندنا هنا الدجاج مقطعه طريفات، عندنا التوابل غادي ندير هادشي ونقول لكم مره واحده. الدجاج مقطع هكا غير باش يطيب، حيت غادي نفرتو نديرو في بريوات او سيجار او مهم. عندنا الملح والبزار والخرقوم والقزبور يابس والسكينجبير او الزنجبيل وشويه الكمون، وهنا شويه ديال التوابل ديال الدجاج، ها هو غير راس معلقه. وغادي ان شاء الله نخلي لكم هذا الشيء في الوصف، في صندوق الوصف تلقاو داك الشيء المقادير مضبوطه. وغادي ندير عصير الحامض، عصير نص حامضه. عندنا هنايا لب ديال نص حامضه مصيره او مخلله. عندنا هنا شويه ديال السمن اي راس المعلقه، والهريسه الحاره والثومه وقزبر ومعدنوس. وغادي نخلط هذا الشيء وغادي نديرو فوق من البصله ملي تشحر مزيان، غادي ندير هذا الشيء من الفوق. صافي هذا غادي نخليه باش نزيدو في الطنجرة. وعندي هنايا شعرية الشينوا، أنا درتها في الماء مغلي وصفيتها، من بعد غادي نقطعها. خليوها تتحمر هكا مزيان، غادي نزيد عليها الدجاج ونزيد عليه شوية ديال اللون، خلي هادشي يطيب. الليمون خليه يطيب، كاس ديال الماء تقريبا. من بعد ما طاب غادي نحيدو، غادي نهز الدجاج كامل، نخلي هاديك لاصوص، غادي نزل فيها الشعرية والدجاج غادي نقيه ونعاود نردو لهنا. غادي نشعل الليل وندير الشعرية نقطعتها نديرها في هاد المرق. غادي نقي هاد الدجاج من العظم وغادي نفردته ونديرو. من بعد ما خلطت الخليط وخليته يبرد الشعريه والدجاج وخليتهم يبردوا شويه، دابا غادي نعمر. بسم الله. غادي ندير قسمت الورقه على جوج، غادي نديرهم طوال من بعد غادي نقطعهم وعاد ندخلهم يطيبوا. قدوهم مزيان يكونوا
غادي نصغر هاد الطراف، هادو الجناب، هاد الجنب من هنا وهذا من هنا، صافي. وغادي نطويو نغيرو شويه، صافي. نبقى غادي هكا نطوي حتى الاخير. صافي هكا. من بعد ما كملتهم غادي نقسمهم، قطعهم بالموس. بسم الله. ندخلهم بالزيت، صافي. وندخلهم في الراه. ها البريوات ديالنا طابو، شتوهم كيشاف، الريحة طالعة زوينة بحال ريحة الدجاج محمر في الكوزينة، مذاق ريحة بحيلة تتحمر دجاج في الفران، سبحان الله. مرحبا بكم، ان شاء الله يعجبوكم هاد البريوات او السيجار، ان شاء الله يعجبوكم، تحاولوا تجربوهم. بريوات بمذاق الدجاج محمر. المهم انا طيبت البطبوط تشارك معاكم. بنسينات هاد الملويات خاوين، وهادو عامرين بالبصله والفلفله وخضرو معنوس، وهالخبز تا هو طاب، تا هو الخبز طاب. والمهم مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع، فطور شهي للجميع، والطاجين هو تيطيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء، شي فيديو جديد إن شاء الله، ورمضان كريم.